دوار واحد كيعيشو. سيدي عابد، سيدي عابد. حسن. اي تصرمي ما فهمتهاش انا بعدا. سي محمد. كنت خلط اخبار غادي نسمع. واش عايش؟ شكون اللي عطاك الجو منكدي؟ مهمتي. وغيرهم الناس الدوار. عندهم رايهم وصوتهم في كاع اللي جرى هاد العام. والله يخلي لنا دوارنا. البطالة مشكل كنهضروا عليه في كل مرة. المسؤولين ديالنا كيقولوا انهم كيحاولوا ينقصوا من البطالة ويوفروا للناس الخدمة. شنو كيقولوا في الدوار؟ احنا منسيين. احنا كاع ما كيتسوقونا هنا. واحد راه بارك خدام لاباس عليه، وواحد راه بارك كيطيب في العروية. ما حيدك الاولاد، ما حيدك السوق، ما حيدك الهادي. بنادم راه غادي يعيشه هكاك وصافي، تتهود بحالاتك. كون وفروا الشغل في البادية المدينة غتكون مرتاحة. دابا الناس هاجرت بزاف. كون دار الناس غير في التماعش وتعيش بعدا. ها واحد شوية الصالير بنادم باش يعيش بعدا، يكون براسو بعدا، يكون وليداتو ولا عنده وصافي. واخا قاعد تلقى الخدمة، ما كاين لا وراق لا قوانين. يدير معاك كونترا 3 شهور يقول لك الله يعاون عليك. لا تغطية صحية، لا ميتية، لا تضامن اجتماعي، ما كاينش شي حاجة والو. باش يسهل باش واحد أي واحد يلقى خدمة. وكاين اللي كاع اللي ما لاقيش كاع خدام بواحد الثمن اللي ما يدير معاه والو. كاين مي داير بنادم يلاه يسلك مع الوقت وديز. ما كيتلفت كيبان لي 10 عاطلين حدايا. عاد كنتلفت شي آخر كيبان لي 5 عاوتاني. يعني ما عرفت واش خدامين ولا كلشي عاطل. صاحبي انا عنده جوج ديبلومات وراه غير جالس مسكين وتيهبط يسونتي غير في البحر وتيحاول مسكين يتقاتل مع المعيشه اليوميه. دابا المضره هازين بزاف. انا غادي نتاقل اسمي هاك. باغي نقص من البطاله، باغي نخليو غير 8%. دابا شحال كاينه؟ 80. الناس راه باركه مريحه مسته وصافي بحال الخدم. ما عرفت الله عليك. الحكومة ما عمرها غتلقى شي حاجة خايبة للشعب، راه الحكومة راه طايحة ونايضة باش دير المجهود باش تحيد البطالة، ولكن الأمور راه غادا بخير وعلى خير الحمد لله. بالنسبة لها خلوا 7-8% ديال البطالة واه. حنا نقولوا واقيلا بلاد أوروبا، واقيلا نقولوا عيش في أوروبا زعما. المشاكل الخدمة كاينة وخصها تحل. نطلبوا من الله يكون كلشي على أحسن منها.